انا ضامر، ولكن الا كانت مليحه نتعشى عندكم كاملين. صافي يلا يلا عطيو السكات. كتسمعني يا مروان؟ مروان ما فيا ما يتسلف. كاين قال لي اللي غادي يخلص عليا هنا، كاين اللي غيخلص عليا. وعلي تعاون معنا عمر راسه ما يضره، وعلي صفق عليه عمر راسه ما يضره. صفق على المسؤوليات والصراع. يلا ولدي. نعم انت تضمن اخويا وتينجي. ايوا انا تنضمن، كي ندير؟ الله الا تينجي. يلا ولدي الله يعاونك. هادو ولاد زهرة، مقدم شاب، والله إلا بغيتكم تصفقوا عليه. باقي أول مرة، سجعوه سجعوه. أرويشة سنعطي العلم خير. غادي ننتقل بك الآن من ولاد زهرة بلي موسى، غادي نمشيو لواد زم عدمن قاسمي. قاسمي عبد الفتاح. تا هو أنا ضامنو. يلا يوفق. تفضل السي عبد الفتاح. إذا الجمهور الكريم اللي غادي يعطينا الطلقة هما فرسان واتسمى، يعني السماعلة، هادو هما اللي قهروا فرنسا. يلا السماعلة يعطيهم سكوات الجمهور، يعطيهم سكوات. صفقوا عليهم. ما عندي ما نقول سير ولدي. وعيو الخيل ديالكم ولدي، وعيو الخيل ديالكم سي قاسمي. كرفة ولدي، كرفة ولدي. سير عوف. خود اخويا راه اتاي، راه التمر، راه الفاكهه من عند ولاد نجاع. وعطيو خا الجمهور حتى هما. عطينا علام خور. سرعوا تكلم السي جواد ياسين الزيادي. حيدة معمر. واش معمر؟ مرحبا. إذا أييييه علاش لعبت كاوتي؟ صفقوا عليه، صفقوا عليه ما تجيبوه. صافي راه واناض واناض واناض. وقف العود، وقف العود. صافي واناض. حيدة زكريا بركة ولدي. طلقة مليحة بركة. ملي كتكون طلع ملي كتكون طلقة مليحة. هادو الشوب كتربطهم واحد العلاقة تاريخية مع ولاد نجاع في إطار ما يعرف بطاطا طاطا أو بالأمازيغية طاطا. هو حلف عسكري بين القبائل في القرن التاسع عشر. في هذا المكان بالضبط كانت تلتقي الشوب مع ولاد نجاع. يا كان مقدم الجلالي. لا ديال محمد باقي ما رجعش، راه تقريبا وراه هذوما. ها؟ وييه وييه. هذو الشوب هذوما. أنا كنطلب من ولاد نجاع كلهم يصفقوا على خوتهم هادو الشوب. ها ولاد نجاع، عيد من المحرك خلي عندك، عيد من المحرك. كلهم بلاصتو. Thank you.
ديال الجمهور متفقين معايا؟ أيدير ما دار جارو ولا رحل من حداه. تفضل. الجمهور كله بلاصتو، هذا كريميسا، صفقوا عليه بالجمهور، صفقوا عليه باش يرجع، صفقوا عليه.